خلال فصل الصيف بتكثر المشاكل وخاصة المتعلقة بالبشرة والتعرض لأشعة الشمس، الجفاف، التعرق وغيرها كثير من المشكلات، عوامل طبعا بتخلي البشرة على حافة العديد من المشكلات الصحية مثل التصبغات، الكلف وغيرها من المشكلات اللي رح نتعرف اليوم على أسبابها ونصائح طبية كثيرة للحفاظ على بشرتنا والعناية فيها مع الدكتور هايك سيروبيان اختصاصي بالأمراض الجلدية والتناسلية. أهلا وسهلا فيك، اهلا سعد وسهلا، صباحك. تشرفنا يا ميت. هلا يسعد صباحكم أهلا وسهلا، يا ميت. صباح هلا الخير اهلا دكتور وسهلا، هايك. صباحنا. يعني مثل ما حكينا دائما الصيف بتكتر يمكن أكتر شيء مشاكل كتير شائعة عند الناس، من التعرق الزائد لمشاكل بالبشرة، من التعرض الزائد أيضا لأشعة الشمس. نحكي عن أكتر الأمراض الجلدية اللي بنشوفها شيوعا خلال فترة الصيف. هلا الصيف بيمتاز بشغلتين، في شغلات لها علاقة بمشاكل الصيف مثل ما حكيت، هي التعرق. مشاكل الصيف هي حروق الشمس، ما بس تعرض للشمس، مثل بيروح على البحر بيعمل برونزاج، بيطلع على مسابح. في عنا أمراض، الأمراض طبعا هي الشغلات اللي بتزيد عنا بالصيف، ما هي اللي بتكون مرض مخصص للصيف، مثلا حب شباب، الكلف، الفتور، الالتهابات اللي بتنشأ نتيجة ممكن التعرق الزايد، أحيانا بعض العادات، بعض الأجواء اللي بتساهم بزيادتها. فهي بتنقسم لقسمين، أمراض ومشاكل. تدبيرها بيختلف حسب كل إنسان، حسب بيته، حسب ظروف حياته، حسب تعرضه وعاداته، هي اللي بتتغير معه. هي بترتبط بالفتور والحب الشباب والكلف بشكل رئيسي. بالإضافة في أمراض خاصة، مثلا أحيانا أمراض مناعة ذاتية بتزيد، هي ما نحكي فيها، ما نعتبرها عامة لأنها، والمشاكل العامة اللي هي بترتبط فرط التعرق اليوم وحروق الشمس بشكل رئيسي مثل ما حكيت. نعم، يعني دكتور حروق الشمس موضوع كتير بارز، وخاصة هلأ الشمس كتير حادة تمام، وفصل الصيف يعني كتير جاي قوي هالسنة. خلينا نحكي فيه، لهلأ بعض الصبايا أو الستات ما بيحطوا واقي شمس، ما بيحموا حالهم من الشمس، هلأ داخلين على كمان يعني البحر وهالأجواء كمان، تمام. فأعطينا نصائح. أول شيء خطورة هي الحروق الشمسية، وأيضا شو المفروض يستخدموا الحماية تبع واقي الشمس، لأنه دائما في لغط أو أي واقي ممكن يشوفوه ممكن يحطوه، هل هذا صحيح؟ الحقيقة فتحت موضوع كتير كبير اليوم. الحروق هو شيء بيصيب أكتر شيء الناس اللي بشرتهم بيضة كتير. حدا عنده طفل بشرته بيضة، أحيانا بنخبي نرفه أولادنا، بناخدهم على مسبح، ما بنحسب حساب إنه هذا الطفل، أو على ملعب، ما بنحسب حساب إنه هذا الطفل كل ما بيتعرض للشمس أكتر بشرته رقيقة، بشرته الفاتحة ممكن تسبب له حروق. أحيانا الحروق تتطور لحروق متطورة درجة تانية، ونخاف أحيانا من طريقة التدبير تبعها بتترك آثار وعقابيه. في ناس مثلا الحروق تبعها ناتجه وضعيه، يعني بصير انه شخص بيروح بيعمل برونزاج، بيتعرض لشمس مفرطه بهدف انه يكسب لون، بيعرض حاله احيانا لمشاكل جلديه وحروق اكبر. هلا التدبير تبعها الاول انه نحن نتجنبها، يعني انا ما دام ما اقول لك اليوم بعطيك دواء للحروق بقول لك لا لا تنحرق، يعني هي بالباب، فانا بشرتي ما بتلقى وحساسه، مفترض انا راعي هاي البشره، بدي احترم طبيعه بشرتي، ما هو ميولي او عاداتي او الموضه او السرعه او الظرف. في شيء اسمه طبيعه، كل انسان عنده طبيعه، هاي الطبيعه لجلده هي بدنا نحترمها، او خلينا نعتبرها الفئه اللونيه تبعه او الزمره اللونيه تبعه هي بدنا نحترمها. ما بيجوز لحنا مثلا حدا بشرته كثير بيضاء نعرضه لشغلات ممكن هو ما يقدر يتحملها، البشره السمراء بتلقى شمس اكثر والى اخره. هذا الموضوع، التعرض، الامتناع عن انه نوقع بالمشكل هو افضل. هلا التدبير بانواع الواقيات، اكيد الواقيات لها دور مهم، لكن اغلب الاحيان خياراتنا بالواقيات عم تكون سيئه، وهذا الشيء بدل ما يفيدنا عم بضرنا. عم تكون يعني تجارية أكثر، يعني عم نشوف منحة هلا ترويج تجاري لماركات معينة أكثر من ما الاهتمام بالخواص الطبية اللي ممكن تفيد. تمام، هلا هو اللي احنا درجة العادي عندنا، المرأة اللي بدها تهتم بحالها بتحط واقي، لدرجة إنه صارت المرأة بتحط الواقي بتعتبره جزء من ثيابها. والصبية اللي بنقلها مثلا هذا الواقي ما بيناسبك بتقول أنا كيف بدي أطلع بلا؟ يعني لدرجة إنه هي بتعتبر حالها طلعت لبرا هي في عندها مشكلة. هو الحقيقة لا، نحن أولا أولاد البيئة، نحن صفاتنا العرقية ميديتيريان، شرق أوسطيين، عايشين ببيئتنا، ما عايشين ببيئة تانية. وقت كنا أولاد صغار نطلع نلعب بالحارة، نلعب بالمدرسة، لا كنا نحط واقي ما نعمل شيء، وكنا عايشين صح، لا تتأثر بشرتنا ولا تكلف ولا يصيبها مشاكل. أي ما ظهرت هالمشاكل وقت دخلنا بمواضيع المستحضرات اللي بنعتبرها
مستحضرات العناية الشخصية اللي لا تتناسب معنا. في مواد كيماوية. تمام، ما بس مواد كيماوية تبعها، أحيانا خياراتنا بتعتمد على رفيقة جابت هذا الواقع من محل فلاني، أو جاب لي مثلا حدا من قرايبين واقع من برا. يعني هذا التقييم تبعنا هو خياراته لازم تكون خيارات تتناسب مع 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 لون بشرتنا، مع طبيعتنا. نحن ببلادنا مثلا ما كل واقع بيجينا من برا بيتناسب معنا. يعني انا بقى بيجيني واقع بقول هذا واقع فرنسي، طب هذا معمول لحدا عرقه قاري اليوم عايش ببيئه مختلفه تماما عن بيئتي. الواقيات عندهم نص اكثر من نص استعمالاتها بيستعملوها بسكيو بيطلعوا على الثلج، لان انعكاس الشمس على الثلج بسبب لهم حروق، عشان هيك بتلاقي قوامه زيتي اكثر. طب نحن لا بيتناسب مع طبيعه بشراتنا المختلطه، لا بيتناسب مع الهدف منا. تمام، يعني اغلبيه اللي بيستعملوا الواقيات ببلادنا هني نفسهم الناس اللي بيوقعوا بشو بالكلف نفسه، هي الست اللي بتحط الواقي وهي اللي بيصيبها الكلف. مفترض خياراتنا للواقيات تكون خيارات ترجع عن طريق طبيب او عن طريق اخصائي، لحتى نستعمل الواقي اللي بيتناسب معنا حقيقه ومع طبيعه بشرتنا، وتكون فلاتره تتناسب مع البيئه تبعيتنا. يعني لازم نركز كثير على الواقيات اللي فيها فلاتر بسموها فلاتر يو في اي، لانه اشعه الشمس هي يو في اي ويو في بي بشكل رئيسي بنتاثر فيها. طبعا في اشعه ثانيه موجوده بالشمس لكن تاثرنا اكثر شيء يو في اي ويو في بي اللي بنتعامل فيها. اغلب الفلاتر عندنا هي يو في بي فلتر، نحن ببلادنا بحاجه اليو في اي فلتر. اليو في اي هو المسؤول عن التصبغ، اليو في بي هو المسؤول عن الحروق. ايمت بستعمل اليو في بي؟ انا وقت بكون عندي بشره كثير بيضاء ممكن تنحرق بالشمس، بس وقت بكون عندي بشره بتسمر او بتلقط لون او بتكلف صار بدي يو في اي. وهذا اليو في اي بده يكون مدروس صح مشان يقدر يقدم لي حمايه، لانه بس حطينا واقي انتم باللا شعور، اي وحده منكم بتحط واقي بتطلع لبرا بتشعر بالامان انه هلا حطت واقي فهي بامان. ممكن تعاملها مع الشمس يصير مفرط او بدون حذر، وهذا شيء بوقع له مشكلة. نعم، وخاصة دكتور يمكن خلينا بس نركز على هي النقطة قبل ما نختمها، انه في حتى بعض الواقيات فيهم لون الفونديشن سيء جدا، فهي كل الصبايا عم يستخدموها هلا. ايه هلا لقلك شغله، نحن عنا طبيا مفترض الانسان يتجنب الميك اب، الست طبعا تتجنب الميك اب لانه له اساس سلبيه كثير، مشاكله كثير كثير صرنا طارحينها يمكن باكثر من مقابله، موضوعه سيء جدا ما شوي. هلا بتيجي الست بتقول لا تحطي ميك اب، بتقول لك ما بحط ميك اب بحط واقي. طيب يعني انا حطيت واقي اليوم وبقلبه لون، شو فرق عن الميك اب يعني؟ والنهايه هن حاطينه ليروجوه بشكل تجاري بديل ميك اب، لدرجه انه في ستات صارت تحط الواقي الملون او واقي الميك اب المساء تروح بالليل، يعني هي ما عم تحطه اصلا للشمس، فاكيد ما من ضوء القمر يعني. فعمليا الواقيات اللي فيها ميك اب مثل عم بيخدع حاله. انا بقول له راسا دائما حطيت ميك اب ولا حطيت واقي في ميك اب ولا اسم ثالث ولا شو ما كان، ان شاء الله يكون اسمه ابو حسين وابو سطيف الواقي، بالنهايه المستحضر فيكم تحطوا له 1000 اسم والنتيجه وحده، راح بالنهاية عم تحطي ميك اب التاثير تبعه راح يكون تاثير الميك اب نفسه. اكيد. طيب دكتور خلينا ننتقل كمان لمشكله ثانيه بيعاني منها كثير بعض الناس حاليا، اللي هي زياده التعرق بفصل الصيف. تمام. وبعض الحلول اللي عم نشوفها بشكل كبير ومو معروف فعليا هل هي مؤذيه او مفيده، مثل بعض الكريمات اللي هي مانع على التعرق، انه هذا كريم بيمنع التعرق، هل هذا شيء صحي؟ بعض الصبايا عم يلجؤوا لعمليات بوتوكس للتعرق، هل هذا الشيء صحي ايضا؟ هلا مستحضرات مضادات التعرق طبعا بنحط شغلتين، في عنا التعرق الصيف اللي هو في ناس بتعرقوا بصدره وظهره احيانا، والاكثر تشيعا طبعا القبطين او السنايا، واللي هو محرج احيانا عند كثير ناس فبيلجؤوا لهي الحلول. وفي التعرق الراحي الاخمصي، في ناس موجود عندهم اصلا حتى بالشتويه اللي عندهم فرط تعرق طبعا لاسباب عديده، ممكن تكون طبعا بتبلش من لا سبب، للاسباب الهرمونيه، لاسباب بترجع لتبدل فيزيولوجي بصير بجسمهم، طبعا ما بنفوت فيها، موضوع شائك كثير وجزء كثير كبير منه غامض. هلا المستحضرات اللي طلعت عالميا اليوم ركزت ببدايه من اكثر من 30 سنه على مستحضرات اسمها الالمنيوم زيركونيوم دي اوكسيد، هي املاح الالمنيوم. امريكا وكام دوله بالعالم حرموها لتاثيرها المسرطن على الكليه او بتسبب مشاكل بالكليه. الحقيقه لغايه اليوم في دول بتستعملها ولا زالت هي اكثر فعاليه، للاسف انه هي الاكثر فعاليه. طبعا بدها تكون نسب تركيزها بنسب تتراوح من 15% وتواصل ل 20%. هلا هي كمستحضرات طلع منها شكل طبي وطلع منها شكل تجاري، وما زالت بعض الاشكال التجاريه موجوده ببلدنا باسماء مختلفه ما راح نسميها، ولكن فعاله. هلا ما فينا يعني الحقيقه انه دراسه طلعت انه بتسبب مشاكل بالكلى، ودراسه بتقول لك لا
مثل وقت واحد بيجي بيقول لك بلاستيك اليوم بيعمل لك سرطان، بس تعي دوري بحياتك بتلاقي ما فيك تستغني عنه. المريض اللي عنده مشكله بيدور على حل بالنهايه، يعني اليوم اذا قعدنا نظرنا عليه ما بيوصل هو لحل. الاجراءات الثانيه اللي طرحت على الصحه، بعض الكريمات طبعا اللي حكيت عنها هي بتحوي على نفس التركيب. الاجراءات الثانيه اللي طلعت على الساحه اليوم هي البوتوكس، او يعتبر اجراء لغايه اليوم هو الاكثر فعاليه. يمكن هذا الحقيقه اليوم الاجراء اللي انا بلاقيه بالمستقبل الاجدى للبوتوكس. يعني هلا استعمالات البوتوكس على الوجه كل ما عم تخف عم بيزداد استعمالاته الثانيه، فهو من الاستعمالات الفعاله. عمره الافتراضي 4 إلى 6 شهور او حسب منشأ البوتوكس طبعا وطريقه الحقن، بس هذا عمر جيد نسبيا بيقدر يريحه فصل وبيبقى بهامش امان اريح من غيره نسبيا على الاقل. لانه انا مثلا نقول بوتوكس على الوجه بنخاف من شيء اسمه شلل بالاعصاب، شلل بعض العضلات ممكن يغير بتعابير الوجه، ابطين شو بده يغير بالتعبير تبعهم، يعني ما في شيء. فهو عمليا سيفتي كثير، ما يعني طبي استعماله طبي. استعماله طبي. الاجراءات الثانيه اللي طلعت مواضيع التعرق لغايه اليوم هي اجراءات تجريبيه اكثر، ما اخذت اي صدى عالمي. العمليات الجراحيه، عمليات قطع الودي كثير فيها جزء من الخطوره، اذا عم بيقوم فيها طبيب وقام بخطا، والخطا الطبي مباح لاي طبيب، ممكن يقطع عصب حصه ثانيه او عصب حركي يوصل المريض لمصيبه. فعمليا ما كثير منصوح فيها، يعني ما هو هالاجراء او هالمرض الخطير اللي بحاجه انه يفوت بريسك لعمليه، ممكن اي خطا طبي فيها يكون سيء. في تقنيه طلعت بالعالم هي تقنيه ليزريه، هي صنفت تحت تقنيه من ليزريه، هي كهروماغنتيك ويفز لشركه امريكيه، هي عباره عن جلسه بتتم، وهي فقط قدرت اخذت FDA بموضوع الابطين، التعرق الابطي. الجهاز اسمه ميراد راي بس انا بتذكر، بس ما صدر، يعني حتى ما انبعث لبرات البلد، يمكن دول قليله اللي قدرت جابته على ما يبدو عليه اشكالات معينه. هي الترويج تبعها تم انه جلسه واحده الشفاء فيها او بيصير تثبيت التعرق فيها بنسبه 90%. الحقيقه امل جيد اذا طلع الحكي صح، صار له 3 سنين مروجوه عالميا، اذا مشي حاله فهو يعتبر اجراء امن. اكيد. يعني يمكن اليوم تعرفنا شوي من حضرتك على نصائح متعددة بتهم كل صبية وسيدة وكل حدا عم بيتابعنا عن مشاكل جلدية، وأكيد رح يكون لنا فقرات تانية مع حضرتك لنحكي عن مواضيع تانية. دكتور هايك سيروبيان الاختصاصي بالأمراض الجلدية والتناسلية، بدنا نشكر لوجودك معنا. شكرا لوجودك معنا دكتور، ويمكن هيك جاوبت عن جزء من كثير من المشاكل اللي عم تعاني منها السيدات، ويمكن في استعمالات خاطئة. أكيد نحن إن شاء الله ما حدا يوقع بالمشاكل من الباب. أكيد إن شاء الله كلهم يضلوا حلوين إن شاء الله. شكرا لك دكتور.